السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوينا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل ونحل القناة التعليمية. هناك شروط مهمة جدا لتربية الملكات، شروط يجب على أخونا النحال قبل تربية الملكات الالتزام بها بحذافيرها حتى يحصل على ملكات مميزة وذات جودة عالية جدا، من خلالها يستطيع أن ينتج ويرفع من إنتاج منحله بشكل مضاعف. محاضرة قيمة للأستاذ الفاضل الأستاذ محمد الجراح من الأردن، فكونوا معنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي رشدي وحيا الله الجميع، وبارك الله فيكم جميعا، ونسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتكم وأن يوفقكم لكل ما فيه خير ويجنبكم كل ما فيه شر. باختصار أخي رشدي والإخوان جميعا، عندما نريد تربية ملكة ما هي الشروط التي يجب العمل عليها حتى نقوم بإنتاج ملكات ذات صفات جيدة؟ أولا يجب على النحال القيام بعمليات التدوين والرصد لهذه الملكات. من يقول أن هذه الملكة جيدة لمدة عام، أقول له لا يا أخي الكريم، هذه نتائجها غير صحيحة. يجب رصد الملكات التي للمراد تربية ملكات منها وإنتاج عذارى منها لتصبح أمهات في هذا المنحل، يجب أن يتم رصدها بما لا يقل عن سنتين. هذه أول شرط من الشروط، الثبات، الهدوء، الجمع، التطريد، الإصابة بالكروشات والأمراض، السلوك الصحي بشكل عام، التطريد، سرعة الاستجابة للموسم، البناء الشمعي، وهكذا. يجب أن يتم تدوين هذه الملاحظات ما بين الحين والآخر. الأمر الآخر من التجارب يعني قمت فيها، أفضل الملكات التي تم إنتاجها هي التي تنتج بالكؤوس الشمعية. لا أقول الأعين السداسية، الأعين السداسية ممتازة، ولكن الأفضل منها يعني الكؤوس الشمعية هي بالدرجة الأولى، عن طريق إذاهب الشمع، صهر الشمع، واستخدام قلم الرصاص ووضعه في الشمع وتثبيته على حامل كؤوس ونقل يرقات صغيرة السن إلى هذه الكؤوس. هذه أول طريقة جيدة لعملية إنتاج الملكات. تأتي في المرحلة الأخرى وهي الشمع الأساس الذي لم يتم التوالد فيه مسبقا، يعني ورقة شمع حديثة وضعت الملكة فيها بيض، ينقل هذا الإطار ويتم التربية فيه. الأمر الآخر وهو الجهاز، جهاز الجنتر أو النيكوت، وعملت عليهم الاثنين، وهناك صعوبة بعض الشيء للعمل على جهاز الجنتر، يعني سهولة العمل على جهاز النيكوت أفضل، ولكن بالنسبة للنجاح نسبة النجاح في جهاز الجنتر أفضل من جهاز النيكوت. هذا بخصوص جودة الملكة من حيث التربية، وإياهما أفضل أثناء عملية الاختيار ما بين أجهزة أو شمع أو إطارات. نأتي إلى المرحلة الأخرى وهي الأهم في عملية التربية. هي تربية الملكات هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ما قبل التربية وأثناء التربية وما بعد التربية. نحن نتحدث هذه الأجهزة أثناء التربية. ما قبل التربية يعني هو يجب الحصول على كثافة نحلية عالية من النحل الحاضن، ويفضل أن تكون نسبة النحل الحاضن في هذه الخلية 80%، هذا أفضل شيء يعني تم العمل عليه. ثانيا المورثات يجب أن تمتاز بذات الصفات المراد تربية الملكات منها. الأمر الآخر صلة القرابة لها دور كبير في عملية التربية. الأمر الآخر والأهم من ذلك أيضا هو طريقة التغذية لهذه المغذيات، وما هو المواد التي غذيت عليه اليرقات. أنا شخصيا أقوم بتغذية الملكات في الطور اليرقي، تغذيتها على العسل الطبيعي
وخبز النحل الطبيعي ليس المصنع. يعني نقول فول الصويا نعم هو بديل لحبوب اللقاح ولكن لا يصل إلى أدنى مستويات حبوب اللقاح. يعني فول صويا منسوع الدسم يقوم البعض بوضعه حتى ينشط النحل، نحن لا نريد تنشيط النحل، نحن نريد إنتاج جودة. هذه الأمور تساهم في جودة الملكة من حيث تفرعات المبايض، من حيث حجم الملكة، من حيث جودتها، الحفاظ على جودتها أثناء عملية التغذية، لأن المورثات بعض المغذيات تقوم بتوريث صفات أثناء التغذية. هذه جميعها يجب أن تكون لدى النحال فكرة عنها ويقوم بتطبيقها ويشاهد في أمن عينه أثناء فقس الملكات وخروجها للتلقيح وما بعد التلقيح، يشاهد الجودة أنها بقيت كما هي، لم يتم التلاعب فيها لأنه لا يعني خطأ 0%. هذه الأمور كلها تساهم في عملية التربية. أما موضوع تربية ملكة عن طريق التيتيم هي جيدة، ولكن في حال تم رصد العمر اليرقي لهذه اليرقة، لهذه العذراء، لهذه الملكة، يجب رصد العمر اليرقي لها، هل هي تم تغذيتها على الغذاء الملكي المخصص لها كملكة في الساعات الأولى من الفقس أم لا. ويأتي البعض يقول ما جميع النحل يتغذى على الغذاء الملكي لمدة 3 أيام، ما الفرق؟ لا يا أخي الكريم، هناك فرق كبير، هناك فرق كبير جدا ما بين هذا الغذاء وما بين هذا الغذاء، لأن الإفرازات الغدادية تختلف نسبها من إلى، وهذا لا نريد الخوض فيه لأنه تم الحديث عنه سابقا ومفصل بهذا الخوض. ومعروف علميا بأنه الملكة يعني هو الحجم في الأول وفي الأخير أثناء عملية الانتخاب، يعني لا ننظر إلى الحجم ولا إلى اللون ولا إلى الشكل، ولكن بعد عملية الانتخاب والوصول إلى الصفات الجيدة ننظر إلى ذلك. لماذا؟ لأنه كلما ازداد حجم هذه الملكة كانت قوتها البدنية أكبر من الملكات الصغيرة، رغم أن هناك بعض الملكات صغيرة الحجم تعمل وجيدة ولا بأس فيها، ولكن عندما نقول ملكة حجمها تمتاز بحجم أكبر هي أفضل. لماذا؟ لأن جميع الأعضاء في هذه الملكة تكون أكبر حجما، مما يساعد على قوتها أثناء قوتها البدني في عملية وضع البيض والمبايض وتفرعات المبايض لديها، وقابلة المنوية أكبر، حيازتها للحياة المنوية أكبر، وفرموناتها تكون أقوى. لماذا؟ لأن جسدها قوي، الجسم البنية لهذه الملكة تكون أقوى. ما بعد المتابعة للملكات، يعني وجد بأن الملكات التي تم تربيتها بكؤوس شمعية تم تصنيعها وصلت إلى أعمار 3 سنوات وهي تعمل وبشكل طبيعي. أيضا الملكات التي ربيت في إطارات شمعية أيضا وصلت تقريبا إلى نفس العمر. التي تم تربيتها بواسطة الأجهزة وصلت لعمر 1.5 سنة و2 سنين. أما التي قام النحل بتربيتها من طوارئ، بعضها تم إحلالها بعد عملية التلقيح وبعضها لم تتجاوز 1 سنة للعمل في داخل الخلية، لأن هناك في خطأ في هذه الملكة، ربما من التغذية وربما في النحل ذاته كعمل ملكة في وضع البيض لم يكن يرضى عن أدائها، وكان وضعها للبيض بطيء بعض الشيء أو كميات محدودة وقليلة، قام النحل بإحلال هذه الملكة والتخلص منها، ومنها من تضعف في إفراز الهرمونات، وهذا ناتج إلى في الأساس عن عملية التغذية لليرقة بهذه الملكة في طولها اليرقي. هذه اليرقة لم تغذى على الغذاء المخصص لها اليوم الأول والثاني، وهذه هي البعض لا ينظر إليها بعين الاعتبار، ولكن الجودة مرتبطة بأثناء للملكة من بيضة إلى يرقة إلى حورية إلى عذراء، هذه كلها
تساهم وتساعد في جودة الملكة، وتساهم في عملية بقاء هذه الملكة وأدائها والحفاظ على صفاتها التي نحن نريد الاستكثار منها. الآن الموضوع أعم وأشمل من هذا التسجيلات، يعني لا يتم إيفاء حقه بتسجيل أو تسجيلين أو ثلاث، وإنما هو موضوع متشعب بعض الشيء وله طابع خاص يعني ليتم شرحه وتفصيله. ولكن أنا أشاهد يعني البعض لا يهتم بهذا الأمر، البعض ينظر إلى الإنتاجي. يا أخي الكريم، أنت تنظر إلى الإنتاجي والأساس خطأ، يعني من أين ستأتيك الإنتاجي؟ يعني لا يهتم بهذه المواضيع، والبعض لا يناقش، لا يسأل، لا يستفسر. يعني هذه كمان، هذا الموضوع أيضا يعني كمان بزيد من كما يقال الطين بلة، لأنه أنا أصمت إذن أنا أمتلك المعلومة. لا يا أخي الكريم، اسأل، السؤال ليس عيبا والاستفسار ليس عيبا، وأيضا لا أحد حاز العلم كامل، العلم عند الله كاف. فنحن نتعلم وما زلنا نتعلم، وإن شاء الله أن يكون في هذه التسجيلات تذكير، فذكر لعل في هذا التذكير منفعة لنا وللجميع بإذن الله تعالى. حياكم الله أخوان الكرام، وبارك الله فيكم.